السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما تنشكر الاخوان المتتبعين ديال القناة في انحاء العالم، ولاني بغيتكم ان شاء الله دائما تكونوا في صحة جيدة كبيرا وصغيرا، وكاع اللي مساهم في هذه القناة هذه وزاد ساهم. وما تنساوش الاخوان قبل ما نبداو في الموضوع، ما تنساوش تبركوا لنا على الجرس وشي ابوني دايز تعاون مع الشعب. الموضوع اللي بغي نهضر عليه اليوم وهو على واحد الفنانة مغربية اللي هي معروفة مشيعة في المغرب في انحاء العالم، وبالشهرة ديالها وبالشهرة ديال الزوج ديالها السابق محمد ترك، اللي صبحوا اليوم في واحد القضية وهي قضية سارة، صبحوا بالطلاق. اخوان ما نمشيوش بعيد، هذا بالنسبة لي انا كاللي غادي نعلق على هاد الفنانة هذه، اللي غادي نعلق عليها، اللي هو هذا فخ دارتو للزوج ديالها وبهالطريقة ديالي، وعلى حسب الاعلاميات وعلى حسب الهضره وعلى حسب داكشي اللي شفنا، هذا فخ بس طلق من محمد ترك لينادو، وداروا لي واحد القضيه الاخوان ما طيحش على الشيطان ما طيحش عليه. نادو جابوا واحد البنت جميله، راكم عارفين هما، يا هي مشهوره، لا هي لا اختها، لا داك حمزه ابو بيبي ولا امو بيبي ولا بحال هذا الشكل هذا، كانوا من القديم كانوا تنصبوا على الناس، وها هما دابا بالطريقه الفنيه باش يحيدوا هاد السيد من الطريق ديالهم، باش هما ياخذوا الراحه ديالهم. نادوا دبروا على واحد الفتاه اللي هي فتاه جميله، راكم عارفين هما الخدمه ديالهم هذيك سبيسياليست ديالهم، هيشوف هي كيف كانت وكيف ولات بالعلاقه الزميليه اللي دارت، وبدلت الهيكل ديالها كامل اللي هي كانت مونيكا. وين يبغى نعرف انا هذا محمد ترك اشنو عصق في هذه المونيكا اللي هو تخلى على الزوجه ديالو اللي تعاودوا الناس، واللي شفنا زوجه ديالو جميله وعنده معها اولاد، وتخلى عليها، عنده ثلاثه اولاد وتخلى على الزوجه ديالو. ولكن تيقول واحد المثال، ما تبدل صاحبك عام كرف. محمد ترك هذا ميساج، وما كراس الاخواني بارطاجيو هذا الفيديو باش تشوفوا وتكون على بال كما تدين تدان. وهذا الميساج بغيتو يسمعوه كاع الرجال اللي تيسمحوا في العيالات ديالهم ولا في الزوجات ديالهم تيكونوا جميلات وعندهم اولاد، وتينوض تتصاحب مع وحده تتجي هي، الله اعلم ما فهمتش انا العقليه ديالو ولا الرغبه ديالو كيفاش تتجيه. ولاني تقول واحد المثال داريجي، كما تدين تدان، كيما تتعدى على بنات الناس غيجيب الله من يتعدى عليك، على بنتك، على امك، على اختك. حكاش حنا راه ماشي، راه اي واحد عنده مرته خاصو يعرف راه عنده اخته ولا بتعمه ولا كيما كان الحال، كاينه امك تتسمى امراه. انت محمد ترك تخليتي على ديك المراه، ما معاقه ما والو، صاحبتي مع دنيا باطنه، ها هي بطناتك، خساستك، ما خلات لك والو، اذا قلبت لك على الطريقه باش غادي تزلعك بالمعقول، وباش تهبط لك الاعصاب ديالك، وباش تهبط لك السكر والطانسيو، تجمع لك كاع الامراض. ناضو فتحوا واحد الصفحه لواحد البنت جميله، عينيها زرقين، بنت اي راجل سافا غيتمناها نورمالمون، فتحوا ليك وخلاوك تتهضر معاها. وهذاك الشيء اللي كانت تقول لك كانت تسجيل باش يديروا عليك واحد الحجه كامله، والهدف ديالهم هما من هذا الشيء كامل المخيه لقات محسن وانت اللي سهرتها، ودابا هي خادت واحد الشهره كثار، استغفر الله، خادت واحد الشهره كثار منك انت. اشنو باقا تعمل بيك؟ اشنو باقا غدير بيك؟ هي دابا ملي بان ليها محسن، هما هادو مافيا قديمه وكانوا يديروا هادشي ديال التجاره، وكانوا يديروا النوغوسيو في الناس، وكانوا ينصبوا على الناس من قديم قبل ما تجي انت، وانت طحت على راسك نيشان ولاحوك في الفخ. اذا سجلوا
ما هي العلاقة بين دنيا باطمة والزوج ديالها اللي هو معروف محمد ترك بالطلاق؟ هذا هو اللي تتقول لهم، هذا هو السبب. لقيته تيخوني، لقيته مع واحد السيدة، عندهم اوديوات، عندهم فيديوهات، ولاني ما تمشيش غال. هذا كان لك فخ. وانت يا دنيا باطمة بالنسبة لي انا كميخية كمونيكا دايره 70,000 عملية. شوف كي كنتي وكي وليتي، بنتي اللي بدلتي الحكم تاع الله، وبدلتي الخالق اللي هو خلقك انت وخلقك في واحد السكل، وانت يا بدلتيه بالسكل ديالك. ولاني تيقول واحد المثال كما تيقول الله يزعل اخرنا احسن من اولنا. ولاني انت يا العاقبه باش غتوخر بك دنيا باطمه، امولات فلوس امولات. هو يلا غلط وحده ومن حقه لمزوج بك انت، وكان طلق هو مرته في السبب ديالك انت يا، وتزوج بك انت وهو من حقه كاع نديرو حنا غيتزوج الصراع عاطينو ربعه. وهو يلا تكلم مع وحده، والراجل اي راجل ما غنقولش كلشي ما غنعممش، كاينين بحد الرجال اللي تهضر معاه بنت زميله تيتلاح في الفخ، وهذيك البنت هاد الشيء راه بالاعلام، انت هي اللي معوضه هاد الفخ كامل، وانت هي اللي جايبه هذيك البنت ومخلصاها وفاتحه ليها صفحه وعاطيها باش تهضر مع الزوج ديالك باش تقلبي ليه على من تسوسيه. ولاني تيقول لك لا، كما تيقول واحد المثل، لا طلقتها كاع لا توري ليها دار باها. هو باقي ان شاء الله اي وحده تمناه، اي وحده تمناه، حتى هو مشهور. وخا انت دابا هو اللي سهرك وتتسهرتي اكثر منه، باقي ان شاء الله الخير في البلاد. بنادم من حد وباقي تيحي وتياكل ما غايضيعش الاجر ديالو. ولاني حتى هو من درنا حنا هذه بنوب ديال الزوجه ديالو سابقة، والذنوب ديال الاولاد ديالو اللي تخلى عليهم وتبع مونيكا. بالنسبه لي انا مونيكا عامره بونز من اي بلاصه نافخه لهناك داقه لي باري. بالنسبه لي انا يمشي يشري مونيكا ويحطها حداه بحال راه كاينه انت هي في الدار معاه. دور نقول لكم الاخوان، ما بقى عندي ما نضيف، واللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه باش نتعاونوا ونضامنوا مع محمد ترك. ما نقولوا ليه عظم الله أجرك وسير قلب، باقي الخير في البلاد. واي وحده تمناك وسمح في هذيك المونيكا وسمح في هذيك المخيه، ورجع للزوجه ديالك ورجع للاولاد ديالك. هذا العقليه ديالي انا اللي تيقول لك ما تبدل صاحبك اماكراف. وهذا هو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوان ما تنساوش تعاونوا مع عود الشعب، بارطاج لايك ابوني باش القناه تزيد تكبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.